الصحف الوطنية تواصل تغطيتها الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية لرئاسية 12 ديسمبر المقبل، وترصد أهم ما صرح به المترشحون في تجمعاتهم عبر ولاية الوطن. البداية بجريدة الشعب التي عنونت بالبنط العريض في صفحتها الأولى وفي خانة الحدث: الجزائر مقبلة على استحقاق انتخابي مصيري في بناء الديمقراطي، من خلال كلمة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح خلال رئاسته أمس لاجتماع مجلس الوزراء، واكدا فيه على أن الشعب هو الوحيد الذي يختار من يقوده في المرحلة القادمة بكل سيادة وشفافية، من خلال الاحتكام للإرادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع. الشروق اليومي سلطت الضوء على المناظرة التلفزيونية بعنوان الخمسة ينتظرون المناظرة، بعد مراسلتهم كتابيا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتحديد تاريخ التقائهم في مساحة واحدة أمام الرأي العام المحلي والدولي في الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية. ومن جهة أخرى، تطرقت جريدة الخبر إلى التصريحات التي تطابقت في فحواها بين المترشحين في تجمعاتهم الأخيرة بالتزام كل من عبد العزيز بلعيد وعلي بنفليس وعبد القادر بنجرينا في حال انتخابهم في 12 ديسمبر المقبل على فتح الحدود مع المغرب. أما يومية الوطن عنونت صفحتها الأولى بسؤال: من أين يأتي مال الحملة الانتخابية؟ حيث فصلت الجريدة في ملف تمويل الحملة الانتخابية من خلال تطمينات المترشحين بشرعية المال الممول، مع الإشارة لرئاسية 18 أفريل المنصرم الملغاة وما صحبها من تورط عالم الأعمال في التمويل غير الشرعي للعهدة الخامسة. جيدة غيزون أشارت في الصفحة الأولى للتغطية الخاصة لوكالة الأنباء الجزائرية من خلال موقع ويب تيفي الذي ينشر كل ما تعلق برئاسية 12 ديسمبر المقبل بضمان تغطية متساوية وعادلة بين المترشحين الخمسة حسب تصريح مدير إعلام الوكالة.